أهلا بكم مجددا، لتو انتهيت من أعمال المنزل واستعديت لتحضير حزمة من فيديوهات نيكست جي اس وتطوير المشروع الذي نعمل عليه، فلا تجعل من البرمجة عذرا يمنعك من القيام بواجباتك المنزلية، فالمنزل والصحة أولا ثم يأتي تعلم البرمجة، وهكذا تكون أنت مرتاح عندما تبدأ بدأ بالبرمجة وكتابة التعليمات البرمجية. صحة العقل وصحة الجسد مهمة جدا حتى تستطيع أن تفكر وتعطي حلول بالمشروع الذي تعمل عليه، سواء هذا المشروع الذي نعمل عليه سويتا أو مشروع آخر. فإذا اليوم بحزمة هذه الفيديوهات أو بالقسم الجديد، ما المشكلة التي نريد حلها؟ فبكل بساطة نحن عندما قمنا بتسجيل الدخول الداشبورد، طبعا الآن نحن لم نسجل الدخول، والسبب هو إذا ذهبنا إلى الستوريج وهنا لا يوجد شيء، لكن مع ذلك أنا يتم عرض هذه الصفحة. ذهبت إلى Add Recipe، طبعا لا يوجد شيء، يتم عرض الصفحة. إذا حاولت إضافة ريسيبي هنا لن يذهب الريكوست للباك إند، لأن الباك إند نفسها سترفضه، لأن الشخص غير مخول أن يقوم بإد ريسيبي إلا إذا كان مسجل الدخول. فالفكرة الآن نحن نريد أن نحمي هذه المسارات من جهة نيكست جي إس وليس من جهة السيرفر. من جهة السيرفر هي محمية، وأقصد بالسيرفر سيرفر سترابي أو سيرفر الباك إند، فهي محمية، لكن بخصوص الواجهة هنا الأمامية هنا غير محمية، فلا نريد أن نعرض أصلا الصفحة إذا لم يكن مسجل الدخول. فبداية سنبدأ هذه الفيديوهات بإنشاء نقطة API جديدة نعرف فيها إذا كان الشخص مسجل الدخول أو لا. بخصوص سترابي هنالك نقطة يمكن أن نقوم بإضافتها، وهذه النقطة اسمها مي. فإذا ذهبنا إلى سترابي هنا وإلى السيتينجز ومثلا إلى رولز وهنا مثلا public، فذهبنا إلى user permission فهنالك نقطة هنا اسمها مي. هذه النقطة التي اسمها مي إذا ذهبنا إلى API user مي إلى هذا الراوت API users me و get request، قمنا ب get request لهذه النقطة، سنعرف إذا كان الشخص مسجل الدخول أو من هو أصلا وهل هو مسجل الدخول أو لا. فسنبدأ بإنشاء بداية API من جهة Next.js، وثم سنقوم بطلب هذه النقطة من Next.js. فإذا لنبدأ، فبداية إذا هذا هو المشروع الخاص بنا، فنحن نريد أن نقوم بإنشاء ملف بPages. هذا الملف سنسميه isLoggedIn.js، وهنا كالعادة سنكتب export default function. هذا الفانكشن سيكون handler، اسمه يعني handler، وكما اتفقنا يمكن أن تسميه أي شيء، لكن التسميات المتعارف عليها handler resolver وهذه. فنحن نريد أن نرسل فعليا get request أو نريد استقبال get request على هذه النقطة، فسنكتب إذا كانت request method تساوي get، هذا شيء ممتاز، فسنكتب okay fine. وغير ذلك فنحن نريد أن نرسل response، هذه response ب status code 405، ونريد أن نرسل أيضا جيسون هنا، وسيكون مسج فيه مسج، هذه المسج اسمها أو نص المسج method not allowed، لأن not allowed لأن نحن اتفقنا أن فقط نقبل ما نحتاج فعليا، ما نريد فعليا، ولا نفتح ال API نقاط ال API كلها لدينا على بشكل واسع، فقط نغلق استقبال الطلبات على الميثودز الأخرى ونقبل فقط الميثود التي نريد وهي get method. جيد، فإذا كان فعليا ال get تم طلب نقطة get هنا من Next.js، فبداية نحن نريد أن نحصل على الكوكيز التي بالكوكيز نحن قمنا بحفظ جيسون وبتوكن نريد أن نحصل عليه، فيمكن أن نحصل عليه من الريكوست كوكيز وثم اسم هذا LWNJWT. طبعا حتى نتأكد ما اسمه يمكن أن نقوم بلوجن
بكل بساطة نقوم بلوجن. ولدينا هنا تيست تيست، وهنا من 1 لـ8 هذه كلمة السر ولوجن. فمجرد أني أقوم بلوجن سيقوم بحفظ هذا بالكوكيز الموجودة لدينا، فبالتالي يمكن أن نحصل عليه هكذا اسمه. ونريد أيضا أن نقوم بطلب نقطة مي التي اتفقنا عليها هنا، هذه النقطة نريد أن نطلبها من سترابي، فيمكن أن نضيفها لنقاط API الخاصة بنا التي موجودة أين موجودة، موجودة سنسمي هذه النقطة is logged in الآن سننشئها، وهذه موجودة عفوا from مسار 1 للأعلى مسار 2 للأعلى ب API recipe، والآن سننشئ هذه النقطة. فإذا هنا لدينا login user، وأيضا نريد أن نقوم بإنشاء نقطة أخرى، هذه النقطة اسمها is logged in، وهي تقبل الطلب على users me. فإذا هذه هي النقطة. طبعا يعني ملاحظة إضافية، لأننا نحن نستخدم سترابي فهذه هي النقطة، لكن إذا كان لديك باك إند مخصصة غير سترابي فعليك أن تجلب النقطة التي يمكن أن نعرف بها إذا كان الشخص مسجل الدخول أم لا. فإذا سنعد إلى هنا، فإذا هذه النقطة أصبحت لدينا جاهزة. الآن يمكن ماذا؟ يمكن بكل بساطة أن نطلب response من هذه النقطة التي سنطلب fetch، وهنا is logged in. طبعا هذه await، فبالتالي هذا الفانكشن يجب أن يكون async function. فهنا سأكتب تعليقات، سأقول هنا get the token، وهنا send request to the backend. طبعا نحن بالطريقة السابقة بمعرفة إذا كان الشخص مسجل الدخول أو لا، قمنا فقط بجلب الـ local storage إذا كنتم تتذكرون، وقلنا إذا كان هنالك هنا local storage قيمة بـ local storage اسمها كذا، فهذا يعني logged in، غير ذلك لا. وتلك الطريقة جيدة لكنها ليست دقيقة أبدا، لأنني يمكن أن أضع هنا أي قيمة بـ local storage ولم يتم التحقق منها ويعتبر أن الشخص مسجل الدخول. الشيء الآن أصبح مختلف، لأننا فعليا نحن نريد أن نجلب الكوكيز نجلب الجيسون ويب توكن من الكوكيز، ونريد أن نرسله مع طلبنا لنقطة is logged in أو نقطة me، حتى تتأكد لنا سترابي هل هذا الجيسون ويب توكن، هذا الجيسون ويب توكن صحيح، أنا لدي هذا التوكن وهذا صحيح بالنسبة لي، لكن هل هو صحيح بالنسبة لك؟ هل هنالك يوزر لدي هذا الجيسون ويب توكن، أو أنت حددت يوزر معين له هذا الجيسون ويب توكن؟ إذا قالت نعم فهذا يعني مسجل الدخول، الشخص مسجل الدخول بكل دقة، غير ذلك فهو غير مسجل الدخول. فنحن بالهيدرز لهذا الريكوست الذي سنرسله لسترابي سنرسل الاوثرايزيشن والتي ستكون كما اتفقنا بيرر، وهنا سنكتب التوكن الذي هو GWT cookies، أو يمكن أن نكتب هنا بدلا من ذلك نكتب اسمه توكن، وهنا نرسل التوكن. جيد. طيب إذا جاءتنا طبعا هذا انتهى، هنا قمنا بطلب الريسبونس. الآن سنقول إذا كانت هذه الريسبونس أوكي فهذا شيء جيد جدا، فنريد أن نحصل على اليوزر من الريسبونس، فسنكتب const user await response.json، وأيضا نريد أن نرسل response من هذا الـ API الذي لدينا، فسنقوم بـ response object سنضيف لها status أوكي كل شيء تمام، وأيضا سنرسل هنا JSON سنقول is أو سنقول logged in true نعم هو مسجل الدخول وبشكل صحيح، وأيضا سنرسل الـ user معه الذي جلبناه من الresponse. إذا كانت هذا الشيء، إذا كانت response okay، إذا لم تكن okay فيمكن أن نضع هنا else أو نكتب هنا if response not okay، مرة ثانية نكتب إذا كانت لم تكن okay، فبهذه الحالة نريد أن نرسل خطأ. يمكن أن نرسل هنا أن status 200 أيضا، أنا لا مشكلة الطلب يعني مر، لكن سنرسل أن الشخص غير مسجل الدخول، فبالتالي هنا سنكتب res json، سنكتب logged in، ف
false وبالنسبة لليوزر سيكون null لا يوجد يوزر. هذا كلها يمكن أن نضعها ب try and catch. إذا try وهنا catch، حتى إذا كان هنالك أي خطأ يمكن أن نجلبه. إذا console.log e، وسأجلب كل هذا المكتوب هنا وأضعه بداخل try and catch statement وأرتب الملف حتى نراه سوية. فإذا لاحظوا هنا لدينا هذه التراي، قمنا بجلب التوكن ثم طلبنا من السترابي هذه النقطة، وقلنا إذا كانت response okay فأرسل لليوزر، لم تكن okay فأرسل ليوزر null ولوجد إن false، وقمنا بجلب الأخطاء ووضعناها بالكونسل ولم نقبل إلا get method على هذا الطلب. فإذا ممتاز، فنحن الآن قمنا بإنشاء هذه النقطة، وهذه النقطة يمكن أن نصل إليها على فكرة عن طريق المتصفح كونها هي get request. فيمكن هنا أن نكتب هكذا، نكتب ABI is logged in و enter. فإذا هنا تلاحظوا جاءني logged in true وجاءني اليوزر ها هو. فإذا هذا اليوزر تيست الذي أنا قمت بتسجيل الدخول به. أنا سأحذف هذا جيد وأقوم بإعادة الطلب لهذه النقطة. فإذا لاحظوا جاءني logged in false و user null. فإذا ممتاز، فهذه النقطة فعليا أنا يعني استطعت، نحن استطعنا أن نرى إذا كان الشخص مسجل الدخول أو لا، ليس مسجل الدخول بشكل دقيق، ليس كالمرة السابقة. فإذا الآن دعونا نتوقف يعني استراحة قصيرة ثم نكمل حتى نستخدم هذه النقطة بمشروعين. فإذن عدنا بعد الاستراحة. الآن أريد أن أريكم ملفات المشروع أو الهيكلية ملفات المشروع التي وصلنا إليها لهذه النقطة. فإذن النقطة التي وصلنا إليها أن قبل قليل قمنا بإنشاء صفحة هنا بالـ ABI اسمها is logged in، من خلالها يمكن أن نعرف إذا كان الشخص مسجل الدخول أم لا بشكل دقيق جدا. فإذن الآن نريد أن نستخدم هذه النقطة في مكان ما بمشروعنا، فأنا أفكر أن أفضل مكان أن نذهب إليه هو مكان الأب، فإذن أو صفحة الأب. فإذن لنذهب إليها هذه الصفحة ولنرى ما الشيء الذي يمكن أن نكتبه بها. فإذن بالأصل نحن قمنا باستخدام هنا utilities، هذه اليوتيليتيز اسمها is logged in. هذه اليوتيليتيز إذا كنتم تتذكرون فهي تستخدم اللوكال ستورج، لكن أنا لا أريد أن أستخدم هذه اليوتيليتيز الآن، فإذا سأقوم بحذفها بداخل use effect هنا. فسأقوم بإنشاء function سأسميه check user مثلا، وهذا الفانكشن طبعا عفوا هذا فانكشن عادي يمكن ان تضعه أرو فانكشن لا مشكلة. فبالـ check user فنحن فعليا سنقوم بطلب النقطة التي انشأناها قبل قليل، هذه النقطة التي تقبل get request، وهذه النقطة هي API is logged in. طبعا لانه await فيجب هذا الفانكشن ان يكون async، هذه من اساسيات جافا سكريبت التي علمناها كثيرا. فهنا من هذه الريسبونس هنا، فإذا هنا يوجد هذه الريسبونس يجب أن نقوم بحلها لأنها تعطينا بروميس عندما نرى الجيسون الخاص بها. من هذه الريسبونس فنحن نريد أن نحصل على logged in، هل هو فعلا مسجل الدخول؟ يمكن لأن هنا كتبنا logged in وهنا logged in فسيعطي خطأ، فيمكن أن نسمي هذه logged in مثلا اسم آخر، نسميها مثلا is logged in فأعطيتها اسم بديل أو alias بهذا الشكل. فإذا الآن هذه logged in هنا أصبح اسمها is logged in، تضع كولن بداخل الأوبجكت حتى تعطيها اسم بديل أو alias. ممتاز، فأنا أريد أن يعيد لي، يضع هنا طبعا logged in هذا إما true or false، فأنا أريد أن set logged in قيمة is logged in أن يضعها هنا، فهي إما false أو true إذا كان مسجل أو لا. وأيضا بيوز إفكت نفسها سأقوم بتطبيق هذا الـ check user، هذا الفانكشن سأقوم بتطبيقه. فإذا الآن
قمت أنا بتغيير، لاحظوا هذا ما زالت نفسها. الآن أنا قمت بتغيير المحتوى يوز افكت. الآن يوز افكت تتعامل مع الكوكيز وتتعامل مع الباك اند ولا تتعامل مع اللوكال ستورج. فإذا الآن لو عدنا إلى هنا وعدنا إلى الصفحة الرئيسية، ويفترض الشخص الآن غير مسجل الدخول، فيفترض أن أرى نو على الشاشة والفعل نو على الشاشة. مجرد أن نسجل الدخول، فإذا تيست تيست جيد من 1 لـ 8 كلمة السر، فلاحظوا ها هو، وطبعا هنا ما زالت نو، لكن إذا حدثت ستصبح يس. فإذا لاحظوا أصبحت يس. فإذا ملاحظة جانبية على الهامش ليس من ضمن موضوعنا، لكن لماذا هذه لم تتحدث عندما قمت أنا بتسجيل الدخول؟ يعني أنا قمت بتسجيل الدخول مرة أخرى، سنقوم بلوج أوت. إذا لوج أوت الآن سنقوم ب، طبعا سأحدث حتى أريكم، لوج أوت ستكون نو الآن. فإذا الآن سأسجل الدخول مرة أخرى، إذا معلومة هامشية. فإذا تم تسجيل الدخول فعليا لكن هذا لم تتغير، لماذا؟ فإذا لنعد للكود حتى أريكم لماذا. لأن هذه اليوز افكت وتطبيق هذا الفانكشن يعود لي فقط متى؟ عند أول رندر للصفحة. فإذا هذه هي السكوير براكتس بهذا الشكل، تعني أن فقط طبق هذه الأشياء الموجودة بيوز افكت فقط عندما تحمل الصفحة للمرة الأولى فقط، جيد. وبالتالي كلما أنا أقوم بتحديث صفحة سيتم رن لهذا الفانكشن على الكلاينت، كلاينت نيكست جي اس، وبالتالي هذا لم يتم رن أو لم يتم تنفيذ لهذا الفانكشن في لحظة تسجيل الدخول، لأن لم يتم أصلا تحديث الصفحة. لكن مجرد أن أقوم بتحديث الصفحة سيتم رن اليوز افكت وستصبح هذا يس. طبعا هذا موضوع آخر يمكن أن أتعامل معه لاحقا، لكن معلومة هامشية. فإذا الآن أصبحت الآن أنا مسجلة الدخول بالموقع، ممتاز جميل جدا. لكن إذا ذهبت إلى Add Recipe وقمت طبعا بلوج أوت، فأنا أيضا أريد حماية Add Recipe، إذا تحديث أريد أيضا حماية Add Recipe، لا أريد أن Add Recipe أن تظهر إذا لم أكن أنا مسجل الدخول أو لم يكن المستخدم مسجل الدخول. فكيف ستفكر بهذه النقطة؟ قد تفكر أن لماذا أنا ما أقوم بنسخ هذا وأضعه نفسه بصفحة Add Recipe ونفسه بصفحة Dashboard ونفسه بصفحة كل صفحة أريد حمايتها. وهذا تفكير جيد وتفكير سليم، لكن فيه الكثير من التكرار. فلماذا لا نضع هذا الكود بمكان معين ثم نعيد استخدامه ونطبق بهذا الموضوع Dry Principle Don't Repeat Yourself؟ ما رأيكم بهذه الفكرة؟ هل توافقون الرأي؟ فإذا بداية أنا سأقوم بإنشاء هوك جديدة برياكت اسمها Use User. من خلال هذه الهوك يمكن أن أحصل على اليوزر، وسأضع هذا الكود كله في مكان معين بمكان هذه الهوك الجديدة التي أريد إنشائها. فبكل بساطة هنا هذه هي ملفات المشروع. أيضا سأنشئ ملف جديد سأسميه هوكس، وبداخله سأقوم بإنشاء ملف سأسميه useuser.js، جيد. وهوك رياكت لديها اصطلاحا يجب أن تبدأ بكلمة use، يعني بالconvention يعني. والآن سأريكم ماذا يوجد لدينا الآن. إذن هذه الملفات، وإذا رأينا الملف الجديد الذي أنشأته أو المجلد ما فيه، فيه هذا الملف. إذن هذا الملف الآن أريد أن أعمل عليه وأنشئ به أشياء. فإذن سأفتح هذا الملف الذي اسمه use user. فبكل بساطة سنبدأ بإنشاء function عادي، arrow function أو function عادي كما تريد، لا مشكلة بالموضوع. فإذن هذه use user، وهنا بهذه سنحتاج use state from react، سنحتاج use effect from react. فإذن الآن سأضع هنا user وset user from use state أو استخدام use state، وبداية اليوزر سيكون null يعني غير مسجل الدخول، جيد. هنا سأقوم برن ليوز effect. فإذن لنذهب لليوز effect هذا، يمكن أن أجلبها من هنا ونضعها هنا. فإذن يمكن أن أقوم باستخدام هذه اليوز effect،
هنا لدينا function. هذا الفانكشن لديه response، ومن الريسبونس سأجلب logged in، ويمكن أيضا أن أجلب user، لأن أيضا يوجد user من هذه الريسبونس. طيب إذا كان الشخص logged in، فأنا أريد أن أضع set user يساوي هذا اليوزر الذي جاءني من هذه الريسبونس. فإذا if logged in ماذا سيفعل؟ save the user، جيد، بهذه الستيت، in state طبعا السيف سيكون. وغير ذلك فعليا فأنا يمكن أن أقوم بأي شيء هنا، مثلا يمكن أن أقوم بعملية redirect. فإذا do، إذا كان الشخص غير مسجل الدخول فمثلا أرسله لتسجيل الدخول، ما رأيكم بهذا؟ فيمكن أن نكتب هنا إذا كان الشخص غير مسجل الدخول، غير مسجل الدخول، فهنا طبعا هذا ليست معلقة، إذا كانت غير مسجل الدخول فست يوزر سنريد ست يوزر أكيد سيكون هو null، فهذه تعتبر تكرار فلن أضعها، لكن هنا يمكن أن أكتب مثلا redirect to login page، جيد. ويمكن أن أستخدم بهذه الحالة ال Next.js router وأعيد إلى هنا فدن لصفحة اللوجن، جيد، لكن الراوتر غير موجود فعلي أن أجيبه من أعلى هنا، فدن سأكتب import use router، طبعا هذه ب Next.js from next router، وهنا سنجلب الراوتر من use router بهذا الشكل. فإذن صحيح. يمكن أيضا طبعا هنا يعطيني خطأ، لا أعرف لماذا، فإذن لنرى، إذن أعتقد هكذا جيد. فالفكرة الآن هنا أن يمكن أن نضع هذا ب try and catch، هذا كلها أضعها ب try and catch، بحيث إذا كان هنالك خطأ أو مشكلة فيمكن أن أحصل عليها بكل سهولة. وهنا أكتب console.log error، جيد. فإذا قمت ب run لهذا ال use effect وأصبح لدي هنا object ال user التي إما أن تكون null وإما أن تكون ال user نفسه، فأريد إعادتها بعد ال use effect هنا من ال hook، يجب أن نعيد شيء فسأعيد أنا ال user، جيد. وهذا ال hook أريد أن أجعلها قابلة للتصدير فسأكتب هنا export default، جيد. فإذن الآن أنا قمت بإنشائها بهذا الشكل. طبعاً export default لا يقبل بالconstant، فيمكن أن أجعلها function هكذا واسمه use user، فإذن أيضاً صحيح، فإذن جيد. فأنا قمت بإنشاء هذا. الآن هذه use user يمكن أن أستخدمها في أي مكان، فمرة أخرى يمكن أن أستخدمها هنا، فبدلاً أن أستخدم هنا بهذه الطريقة هنا هذا الموضوع، يمكن أن أستخدم هنا أيضاً الـ use user. فبكل بساطة سأقوم بimport لـ use user from، طبعاً أنا الآن بالآب سأجلبها من مسار واحد لأعلى والمكان الموجود فيها، وهذه كلها سأقوم بتعليقها. والسبب أنني أريد أن أقوم بتعليقها هو أنني أريد أن أجعلها مرجع لكم حتى تتعلموا منها لاحقاً، وبالنهاية يمكن أن نقوم بتنظيفها. فإذن هكذا يتم استخدام الهوك، أنا نقوم بيوز يوزر بهذا الشكل ونكتب هنا يوزر، وبالتالي هنا هذه لن نحتاجها لكن سأقوم بتعليقها أيضاً بهذا الشكل. وهنا سنكتب إذا كان اليوزر دوت اي دي موجودة فهذا يعني مسجل الدخول، غير ذلك لا. فدعونا نجرب. فنلاحظ فورا قام بإرسالي للتسجيل للوج إن لأنه اكتشف أن الشخص غير مسجل الدخول، لكن ماذا لو قمت أنا فعليا بتسجيل الدخول بهذا الشكل؟ لم يحدث أي شيء، لكن مجرد أن أقوم مثلا بالذهاب إلى داشبورد هنا ما زالت لا، لماذا؟ فإذا دعونا نرى هنا نقطة is logged in، فإذا is logged in تعيد لنا اليوزر، لكن هذا اليوزر له ID هنا وهو مسجل الدخول. فإذا ما المشكلة باستخدامي لهذه الهوك الموجودة هنا؟ ما المشكلة؟ فإذا دعونا نكتب console.log لليوزر لنرى ما هو اليوزر وكيف سيأتي لدينا هنا. فإذا هذا هو اليوزر، فإذا فعلا جاء لدينا
وطبعا نحن قمنا ب لاحظوا نحن قمنا ب return object بداخلها user، فالأولى عندما قمنا باستخدام هذه الهوك هنا أن ليس نعيد object بداخلها اليوزر بهذا الشكل، فقط نعيد اليوزر الذي هو عبارة عن object بحد ذاته. فبالتالي هنا أعتقد سيقول لنا yes، وبالفعل yes أصبح مسجل الدخول. مجرد أن نكتب log out وتحديث سيصبح هنا لدينا نو، وإذا قمنا بتسجيل الدخول مجددا فلنرى من 1 لـ8 الباسورد، فيفترض الآن لو قمت أنا بالتحديث سيعطيني yes. جيد ممتاز. طبعا مجرد أنني أذهب مثلا لـlog out أنا الآن ف no، وأيضا سيقوم بتحويلي، ذهبت إلى أدرسي مثلا سيقوم بتحويلي مباشرة لللوج إن، لأنني قلت أريد تحويلي، إذا لم يكن سجل الدخول حوله مباشرة للوج إن، صفحة اللوج إن. طبعا الشيء الذي لاحظتموه ملاحظة أيضا جانبية ليست على مسرح حديثنا أو ليست بمسار حديثنا، ولكن تعطيك فكرة أكثر عن المشاكل وتعطيك فكرة أكثر عن فهم المواضيع. لاحظوا أن مثلا عندما أذهب لأد ريسيبي، لاحظوا ما الذي سيحدث. أد ريسيبي، ظهرت أد ريسيبي للحظة لوهلة، ظهرت الصفحة لكن ثم قام بتحويلي للوج إن أو صفحة اللوج إن. فما هي الفكرة هنا؟ الفكرة أن نحن نعمل على الكلاينت، كل شيء الآن نكتبه على جهة Next.js Client وجهة البراوزر وليس جهة السيرفر. نحن لا نعمل على جهة السيرفر، مجرد أن نستخدم Use State، مجرد أن نستخدم Use Effect، فنحن نعمل على جهة الكلاينت وليس جهة السيرفر. فبالتالي الصفحة هنا حتى عندما أذهب لأدريسيبي يتم الآن تنفيذ شيء ما في ما وراء الكواليس، هذا الشيء ما يرى هل الشخص مسجل الدخول، ينتظر إجابة حتى تأتيه الإجابة وثم يقوم بعملية التحويل. هذا الشيء يأخذ ثواني، ربما ثانية ثانية، ربما يأخذ مثلا 5 ثواني حتى يطلب من الباك إند ويعيد لي الجواب، وبالتالي الشخص يرى كل شيء في صفحة أدريسيبي بالرغم أنه غير مسجل الدخول. فإذا هذه نقطة يجب أن نفهمها هذا الشيء بسبب أننا نتعامل مع الكلاينت الآن. إذا أردنا الحل هذه القضية علينا أن نعمل على جهة السيرفر، لكن هذا ليس موضوعنا الآن. كما عرفنا أننا نسير خطوة بخطوة، لكن هذه معلومة هامشية. فإذا الآن الفكرة الأخرى هو أننا لا نريد أن نستخدم هذه الهوك هنا بالآب، لأن بعض الصفحات نريد أن يدخل إليها وبعض الصفحات نريد الناس كلها أن تدخل إليها وبعض الصفحات. طبعا أنا علقت كل شيء حاليا لأننا لن نستخدمه الآن. فبعض الصفحات كل الناس تدخل إليها، بعض الصفحات فقط اللوجد إن، فأنا لا أريد أن أضع الهوك هنا، لكن المكان الذي سأضعه فيها مثلا هو صفحة Add Recipe. فإذا لنذهب لصفحة Add Recipe، فإذا سنذهب لصفحة Add Recipe أو Add اسمها، وهنا سنجلب ال Add User Hook من الآب هنا. فإذا هذه هي سنجلبها هنا وسنستخدمها. فإذا Get User، فيمكن أن نكتب هنا Get User والذي سيكون Const User، أو سنجلب ال User من Use User Hook بهذا الشكل. وبالتالي هنا الذي سيحدث، إذا الشخص مسجل الدخول سنحصل على اليوزر من هنا، غير ذلك لن نحصل عليه، سنحصل على صفحة اللوج إن. فإذا الآن مجددا هل نحن لوج إن؟ نذهب لستورج، لسنا لوج إن. ذهبت إلى Add Recipe هنا، فإذا مرة أخرى ذهبت لصفحة اللوج إن. طب ماذا لو قمت بتسجيل الدخول؟ فإذا ها هو، فإذا الآن هنا ذهبت إلى Add Recipe، يفترض أن لا يكون هنالك تحويل، والآن أنا في صفحة Add Recipe. فإذا ممتاز ممتاز، شيء جيد جدا. الصفحة الثانية التي نريد أن نحميها هي صفحة الداشبورد، فإذا لنقوم أيضا بحمايتها. طبعا صفحة الداشبورد نحن لم نقم بإنشائها بعد، فعلينا أن نقوم بإنشائها ثم نقوم بحمايتها. أنا نسيت أننا لم ننشئها، وبالتالي أنا سأوقف الفيديو الآن ونكمل بالفيديو القادم. سننشأ صفحة الداشبورد وأيضا نقوم بحمايتها وأيضا نغير قليلا بالهيدر. إذا نلتقي لاحقا.